دي قصة الحكم اللي كان هيموت في كاس أمم أفريقيا 2021. تعرف إن الحكم جياني سيكازوي كان هيموت وهو بيدير مباراة في كاس أمم 2021؟ القصة حصلت في مباراة تونس ومالي في دور المجموعات، ووقتها أنهى سيكازوي المباراة في الدقيقة 86، ولكن بعد وقت تراجع عن قراره، وفي الدقيقة 89 قرر انه ينهي الماتش قبل حتى المباراة ما تكمل 90 دقيقة عشان تفوز مالي بنتيجة 1-0. ومش بس كده، في الدقيقة 79 شاور الحكم الرابع عشان يحتسب 4 دقايق كوقت بدل ضايع، ومع محاولات وشد وجذب رجع لعيبة مالي لأرض الملعب بعد ما استحموا، لكن منتخب تونس رفض الرجوع. سيكازوي بعدها بأسابيع اعترف انه كان هيموت داخل أرض الملعب بسبب ضربة شمس، والدكاترة قالوا له إن جسمه ما كانش بيبرد نفسه وإنه فعلاً كان في طريق الموت، وقال كمان من كتر الحرارة وإنه مهما يشرب مية مش بيحس ببرودة، وكمان بيسمع خيالات بتكلمه، وفي النهاية تأهل المنتخبين لدور 16، لكن مالي خرجت منه وتونس ودعت البطولة في ربع النهائي.